اهلا اهلا يا اصحابي، جينا تاني من جديد مع ساندي وساره وهيلعبوا معانا لعبه جميله جدا. جايبين لنا لعبه الاجسام. جسمنا يا ترى جواه في ايه؟ محدش عارف. طب دلوقتي لازم نعرف ونتعلم احنا في جسمنا موجود ايه. يلا بينا نشوفوا اللعبه بتاعتنا الجميله النهارده ونعرفوا أسامي كل حاجة مكتوبة عليها، الأسامي بتاعت كل حاجة جوه في معدتنا. يلا بينا نتعرف على كل حاجة مع بعض ونعرف مكانها فين بالظبط. دي بقى مكتوب عليها اللعبة بتاعتنا إن هي النظام الهضمي لجسم الإنسان، شرح النظام الهضمي لجسم الإنسان. بصوا كده، نبتدي من أول فوق عند رأس الإنسان. عندنا مكتوب الفم وعندنا اللسان. طب ايه يا ترى ده الاصفر الطويل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي قصبة المريء. يلا بينا نشيله كده قصبة المريء دي، تعال نفكوها. هي زي لعبة بازل كده بس بتعلمنا ايه هو الجهاز الهضمي للانسان. طب وايه دي؟ مكتوب عليها الرئة اليمنى. تانية عندنا الرئة ايه؟ اسمها ايه؟ رئة ايه؟ رئة يسرى. دوترة. يسرى. دوترة. اسمها ايه يا نورين؟ رئة ايه؟ يسرى. 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 ورئة يمنى. رئة يمنى. رئة. رئة يمنى. عرفتوا؟ يبقى جسم الانسان عنده رئة يسرى ورئة يمنى. تعالوا نحطهم هنا مع بعض ونشوفوا في ايه تاني. عندنا الكبد. كبد. فين؟ في المعدة. الأكل بينزل فين؟ في المعدة. برافو، يبقى دي المعدة. المعدة. ومعانا كمان الزغنون خالص، دي اسمها طحال. طحال. حال. طحال. حال. لا، طحال. طحال. وإيه الأخضر ده بقى؟ بصوا عندنا في حاجة اسمها بعد ما بنزل من المعدة بنقابل البنكرياس. بنقابل ايه؟ البنكرياس. شايفين معايا؟ ينزل. يلا نفكوها كده اهي، بالراحة اتفكت البنكرياس. وعندنا حاجة اسمها الأمعاء. بس احنا يا أصحابي عارف عندنا نوعين من الأمعاء، أمعاء غليظة وأمعاء ايه؟ دقيقة. أمعاء دقيقة. إيه؟ دقيقة. يبقى عندنا نوعين صح؟ صح. أمعاء غليظة اسمها إيه؟ سليزة. غليظة. غليظة. برافو. غليظة. وأمعاء دقيقة. أمعاء دقيقة. دقيقة. يلا نشوفوا كده الأمعاء الغليظة اللي هي لونها أصفر دي. بصوا غليظة هي كبيرة. ساعديني، تعال فك كده الأمعاء الغليظة. فك. لونها أصفر. برافو. يلا والياس هيفك معانا الامعاء الدقيقة. هتفك امعاء ايه؟ دقيقة. دقيقة. بالراحة. ماشي. انت فكتها كلها. ماشي. بس خلاص هي كانت فكت. وريها لاصحابنا امعاء دقيقة. حطها جنبك بقى الامعاء الدقيقة دي. بصوا كل واحد هيركب فيكوا حاجة. ادي الرئة اليمنى وادي الرئة اليسرى. كل واحد هياخد واحدة وياخد يركبها قدامه. يلا الرئة اليسرى. دي يسرى دي ولا يمنى؟ يمنى. تاخد الرئة الايه؟ اليمنى. وانت خد الرئة اليسرى. امسك. هنا. لا امسك بقى عشان نسمع الكلام. يلا قوم ركبها. هنا. بص هي شاطرة ركبتها هنا. بص قوم. قوم اقف عشان تطول. بص دي هتتركب هنا. لا شقلبها بقى. شقلبها حبيبي كده. برافو. لا طلعها فوق هنا، طلعها مكانها هنا فوق كده. ايوه شقلبها شقلبها كده. ها برافو برافو. ايوه كده اعدلها شويه. برافو عليك. هو كده ركب الرئه اليسرى ونورين ركبت الرئه اليمنى. طيب انا انت هتركب الطحال وانا هركب دي. اقريها. طيب قولي لي دي ايه بقى؟ الايه؟ امعاء. امعاء ايه؟ غليظه. ظه. غليظه. الامعاء ايه؟ الغليظه. يلا ركب لنا كده الامعاء الغليظه. غليظه. غليظه. وانت معاك ايه؟
بليزة. لا دي مكتوب عليها طحال. مكتوب ايه؟ هاي. يلا تعالى اركب الطحال هنا. حتة زغنونة دي. برافو عليك. يبقى انت ركبتي الامعاء الغليظة. ركبتي ايه؟ امعاء الغليظة. ممكن تشقلبها طيب ولا مكتوبة صح؟ صح. برافو عليك. ركبتي الام إيه؟ انت ركبتي ايه؟ طحال. طحال. لا مش عارف. دي رسمة بس مش حاجة. انا فاضل انت ركبتي الامعاء الغليظة. فاضل الامعاء ايه؟ احنا قلنا عندنا نوعين من الامعاء، امعاء غليظة وامعاء دقيقة. برافو. يبقى انت عرفتي انت اللي هتركبيها. امعاء الدقيقة. انا اديت فين؟ وريني. طب معاك ايه؟ انت معاك البنكرياس. معاك ايه؟ البنكرياس كان هنا. اه البنكرياس. تعالى اللي قرب كده. انا عايزه احط دي. طب ثواني هو يركب الاول. برافو برافو. بص عليها كويس. بصوا بتتحط فوق خالص. برافو. بس لازم نعرف اسمها كده. هو ركب ايه؟ البنكرياس. تمام. اهو هي. انت معاكي ايه؟ ثواني. طيب كل واحد هياخد دوره. هي اللي عليها الدور. قصبت المريء. قصبت ايه؟ المريء فوق. ركب لنا قصبت المريء. طب استنى لما نورين تركب. قصبت. برافو. عند الفم واللسان. قصبة المريء عند الفم واللسان. فاضل معانا ايه؟ الكبد. معانا ايه؟ خد ركب الكبد بقى. ركب الكبد هنا فوق. قوم يا حبيبي. هنا. بص يا حبيبي هنا كده. يلا ركب منين. برافو كده. انت خلصت الكبد اللي هو بينقي الجسم والدم من السموم. الاكل بيخش هنا صح؟ طب شقلبها طيب عشان نعرف فيها ايه. مكتوب ايه عليها؟ معدة. مكتوب عليها ايه؟ معدة. طب برافو. دوس بقى. دوس عليها هناك. برافو. كده احنا ركبنا كل الايه؟ اجهزة الجسم اللي من الداخل. طبعا دي مش كلها، ده في اجهزة تانية بتبقى موجودة. دي حاضر. ثانية واحدة هنركبوها مع بعض يعني. دي فين؟ مكانها فين؟ هنا. خد ركب دي هنا. يلا احنا عرفنا نركبها تاني يا اصحابي مع بعض، وهم شاطرين وعرفوا يركبوا ويتعلموا جسم الانسان موجود جواه ايه. يلا نقولهم تاني مع بعض. يلا. يبقى اول حاجه موجوده هي ايه؟ قصبه المريء. قصبه ايه؟ قصبه المريء. بتبقى موجوده عند الفم واللسان وعند الغده. البصق. برافو. قصبة المريء. وعندنا ايه؟ رئتين. رئة يسرى ورئة يمنى. وعندنا المعدة وكبد. اهو كبد هنا. طحال. عندنا طحال، معدة، آدم احمر. لا بنكرياس. بنكرياس. وعندنا امعاء ايه؟ غليظة. وامعاء تانية ايه؟ دقيقة. برافو عليكم. كده يبقى احنا عرفنا شرح الجهاز الهضمي للانسان. يلا يا ساندي، يلا يا سارة، يلا يا الياس ونورين، نقول لاصحابنا ايه؟ باي. وعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. باي.